الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصبر ضياء ونورا ووعد الصابرين بتوفيق أجرهم صريحا، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والأصفياء الذي فضله الله على سائر الأنبياء علما وحلما، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بقوة الصبر في الضراء والبلاء درجة العليا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى امرأته. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها الحاضرون، إن الإنسان لا يبلغ درجة الكمال ورفيع الدرجات إلا بحصول صفات محمودة وأخلاق حمدة. فمن حسن الأخلاق الصبر، فإن الصبر وسيلة الفوز والفلاح في هذه الدنيا والآخرة، يحصل به للناس ما لا يحصل بالمال والقوة. ولهذا يقال: الصبر مفتاح الفرج. أيها الناس، أمر الله تعالى عباده المؤمنين للاستقامة بالصبر والقوة بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وحثهم عليه أيضا بقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. أيها الأصدقاء، اصبروا، فإن الصبر صفة المؤمنين وفلاح المتقين. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى: كونوا مع الصابرين. ووعد معيته تعالى مع الصابرين بقوله: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون، أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المكذبين فيما يتقولونه عليك من قولهم: ساحر شاعر مجنون، فإن الله ناصرك عليهم. أيها الإخوة في الله، وفي الختام نقول: إن الصبر صفة عظيمة له فوائد كثيرة، وهو الموقوف عليه لفلاح الدنيا والآخرة. فعلينا أن نصبر على الشدائد والمصائب والمكاره، وندعو الله تعالى قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. حامل القرآن